اليوم يعني احنا جمعية سيدات مصر بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية بينظموا الحفلة دي لمركز الكلى في مصر. دولة الإمارات هي لابد أن تكون البداية في دعم هذه المراكز المصرية، فنظمت جمعية سيدات مصر أعمال مصر هذه الأمسية الرائعة، ونفتخر بتبرع كل من الموسيقار الكبير عمر خيرت والفنان الكبير هشام عباس بريع هذا الحفل لصالح تطوير مراكز الكلى في مصر. الحقيقة جمعيتنا جمعية سيدات مصر جمعية بتعمل أعمال اجتماعية وثقافية، وهدفها نوع من الصلة ما بيننا وبين الكالتشر في الإمارات. تعاون مع دولة الإمارات العربية يعني قديم، يعني أنا شرفت بزيارة دولة الإمارات مرات كثيرة للتدريب وتبادل المعارف والتقنيات. أنا بصراحة بشجعهم وبشجع كل الناس اللي بيعملوا حاجات خير ومشاريع خير، ويستنفع بيها كل الناس اللي محتاجين حد يقف جنبهم في موضوع الصحة والمرض والحاجات دي. حاسس بأحاسيس جميلة جدا بأن أنا مشارك في الحفلة الخيرية هنا وفي البلد الجميلة أبو ظبي اللي هي وشعبها فوق راسنا كلنا، وحاسس بقد إيه بسعادة الجمهور، وحاسس بمسؤولية الفن وتأثيره على الناس شيء جميل جدا جدا، يعني مخليني سعيد الحمد لله. في عدد من الحفلات على في المستقبل يعني مرتبط بيها ما بين القاهرة وبرضو في بعض البلاد العربية وفي أوروبا، فيعني هو ده الموضوع. بعدين في حاجة مهمة جدا، أنا عايش دلوقتي في بفكر في الإيفنت بتاع قناة السويس وتنفيذ إن شاء الله، ويبقى في احتفالية كبيرة لقناة السويس. أتمنى أنها تبقى على قد هذا الحدث العظيم يعني.